هل التجأت إلى الله سبحانه وتعالى بصدق؟ نعم، إن كنت قد التجأت إليه فلسوف تجد عاقبة الالتجاء استجابة من الله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان أيا كان ما ينبغي أن يعتمد على ذاتيته في السير إلى الله. ما ينبغي أن أقول أنا شخصيتي قوية، أنا ذو إرادة قوية، لا يستطيع أحد أن يغويني. هذا الكلام تحكي بينك وبين زميلك، بتنافي زميلك بهالكلام بصير. أما لا تستطيع أن تقول هذا عندما يسلط الله عليك النفس والشيطان وجنودهما، لا تستطيع أن تقول، وإن قلت هذا هلكت. نعم، وكثير من الناس اليوم المسلمون، كثير من المسلمين، بل كثير من الملتزمين، بل كثير ممن يسمون الإسلاميين لا يعلمون هذا الدواء، لا يعلمون هذا الدواء. يظنون أن السير إلى الله عز وجل والابتعاد عن سبل الغواية والشيطان يكون بالفكر، يكون بالتلاقي، يكون بالتواصي، يكون بالمواعظ والخطابات، يكون بالتآليف، يكون بالمؤتمرات، يكون إلى آخر ما تعلمون وتسمعون. هذه سبل لا بد منها، ولكن ليس فيها أي سر، هي سبل ينبغي أن يتخذها الإنسان. وسأذكر أهمية السبل المادية التي جعلها الله وسائط لنتائج، لكن إياك أن تعتمد عليها، إن اعتمدت عليها هلكت. فأنا الآن ذو فكر مثلا، ذو علم، وأنا لي إخوة وزملاء، وربما كنت أنا القيم فيهم وأنا المسؤول عنهم، ربما يخطر في بالي أن هذا الاستقامة أمر سهل، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى قوة إرادة ونحو ذلك وشخصية قوية. والله أصحاب الشخصية القوية هم أول من يتيهون في هذه الطرق. أنت لا تملك شيئا إن لم تلتجئ إلى الله. أين الغلط؟ أين يكمن الغلط في حياة هؤلاء؟ يكمن الغلط في أنهم قطعوا طريق ما بينهم وبين الله المتمثل في الالتجاء، التبتل، التذلل الذي يأمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.